وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم جيتكم في حلقة جديدة من وصفات سناء كناني باش نقدم لكم واحد تحلية للصيف باردة ورائعة وسهلة في التحضير. بقوا معايا باش تشوفوا الفيديو كامل وبجميع التفاصيل. التحلية ديالنا ها هي كيفاش كيجي الشكل ديالها، كيجي رائع. هانتوما شوفوا انا كندردر عليها الشكلاط من الفوق للتزيين، كتجي بالطبقات، طبقه ديال البسكوي وجوج طبقات ديال الكريمه، كتجي رائعه وكتستحق انكم تجربوها وكتبرد عليكم في هذا الصيف، كتجي غزاله. ونبداو دابا مع المقادير. عندنا هنايا 120 غرام ديال البسكوي اوريو بسكوي، راه معروف الا متوفر لكم ديروه، ما متوفرش ما ديروش، ديروا اي بسكوي متوفر لكم. عندي هنايا 20 غرام ديال النشا ما يعادل 2 معالق كبار، عندي معلقه كبيره ديال السكر سنيده ما يعادل 20 غرام، وعندي معلقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان، ساشيه ديال فلون كريم كراميل المحلى، ساشيه ديال الفلون راكم عارفينها، وعندي نص اترو ديال الحليب ما يعادل 2 كيسان ونص من قياس وزن كاس العلبه. هادشي اللي كيساوي اللي ما عندوش العبار ديال الصدر الحليب ولا شي حاجه، غيعبر كيسان ديال العنبه جوج كيسان اونص. دابا غادي نبداو بطريقه التحضير. غادي نبداو بالبسكوي هو الاول، هو كطبقه اولى، وعندنا هاد العناصر كطبقه ثانيه، وعاد غادي نعطيكم المقادير ديال الطبقه الثالثه. راه ساهل هاد الدسير وكيجي رائع وكنبردو به دابا في الصيف. نبداو دابا مع طريقه التحضير. غادي ندوزو البسكوي ديالنا، غادي نطلو هو الاول. البسكوي ديالنا بعد ما تطحنها هو كي كيجي، انا راه طحنته بهذاك الكريمه ديالو، راه ما حيدت عليه ما حتى شي حاجه، باش حتى هي كتعطيه واحد المذاق واحد اللذه رائعه. هنايا انا عندي هاد الكويسات هادو، نتوما غادي ديروا الكيسه اللي عندكم اللي متوفر لكم غادي ديروا. غادي نوزعوا هاد البسكوي هذا في الكؤوس ديالنا. بعد ما وزعت البسكوي ديالي على الكؤوس بطريقه متساويه، دابا غادي نحطوه جانبا وغادي ندوزو باش نحضروا الكريمه اللي غادي نرافقوها مع هاد فهاد الكؤوس هادو. هاد الديسير كما قلت لكم قبل راه سهل، انا درتهم هنايا هانتوما كما كتشوفوا بطريقه متساويه. طيب الكاميرا ها هما، دابا غنحطو جانبا. نتوما تقدروا ديروه في كويسات صغارين الى عندكم وعندكم عدد اشخاص كثر يمكن له يخرج لكم كثر، انا ثلاثه راهم كافيين لي. غادي نجيبو كاسرونه هنايا، غادي نديرو فيها المايزينا اللي عندنا أو بودرة نعشة، السكر سنيدة. أنا راه درت معلقة هنا ديال السكر غير وحدة، حيت عندي هنايا الفلون ديال كريم كراميل حتى هو فيه السكر. غادي ندير القهوة، اللي كيبغي مذاق القهوة، اللي ما كيبغيش مذاق القهوة يقدر يستغنى عليها. قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الديسير حيت كيجي رائع وسهل في التحضير، داكشي باش بغيت نشاركو معكم. ودابا في هاد الحراره كنبغيو شي حاجه باش نبردو بها. صافي غادي نزيد هنايا الحليب ونخلط هاد العناصر كامل اللي عندي، وغادي نديرو فوق البوطه باش يغليو. حنايا كنخلطوا الريحه طالعه ديال القهوه طالعه خطيره. دابا غادي نديرو فوق البوطه يغلي وغادي نبقاو نحركوه ما نغفلوش عليه باش ما يلصقش لنا حتى يكثر الخليط حتى يتعقد. بعد ما غلات لنا هاد العناصر هادي اللي درنا الكريمه ديالنا، دابا غادي ندوزو باش نديروها في الكؤوس. نجيبو الكؤوس اللي عندنا اللي حضرنا فيهم البسكوي وغادي نديرو فيهم الخليط. ها هما غادي نمسحوهم هكا من الجوانب باش ما نخليوش ليهم هاد باش ملي نديرو الطبقه الثالثه ما يبقى حتى شي حاجه. صافي غادي نخليهم يبردو وغادي ندوزو باش نوجدو الطبقه الثالثه بعد ما يبردو لنا الكويسات. عندي هنا معلقه كبيره ديال النشا، ثلاثه د المعالق كبار ديال السكر سنيده، وعندي هنايا 50 غرام ديال الشكلاط، نص اترو ديال الحليب ما يعادل 2 كيسان ونص، وثلاثه ديال الفلون من وزن 6 غرام. دابا غادي نجيبو كاسرونه وغادي نديرو فيها النشا اللي عندنا، السكر سنيده،
الفلون. هذا الفلون ديال الشكلاط راه ماشي اللي بدون سكر، ما فيش سكر، هو اللي كنستعملو. وعندي هنايا نص اترو ديال الحليب. بالنسبه لهذاك الشكلاط غادي نخليوه حتى الاخر، وعاد غادي نزيدوه فوق حتى يطيب لنا هذا الفلون مع الحليب، عاد كنزيدوه من الفوق. دابا غادي نديرو على العافيه وغادي نخليوه حتى يغلي. غنخليوها دابا فوق النار مع التحريك، غادي خصنا نبقى ضروري نحركوها حتى تيفتر لنا هذا الخليط تيغلى. اللي ما متوفرش ليه الفلون ديال الشكلاط يقدر يستبدلو ببودرة الكاكاو المر، ولكن الفلون ديال الشكلاط كيعطي مذاق احسن. بعد ما غلالين دابا هذا الخليط غادي نزيدو عليه هاد 50 غرام اللي عندنا هنا ديال الشكلاط، ما حدو باقي سخون، وغادي نخلطوها معاه. غنحيدوه من فوق البوطه، غادي نطفيو البوطه ونحيدوه ونخلطوه معاه هنايا. وغادي نجيبو الكويسات ديالنا اللي عندنا في الثلاجه باش غنزيدو عليهم هذا الخليط. هذا الكويسات ديالنا ها هما كما كتشوفوا. دابا غادي نزيدو عليهم هذا الخليط هذا بعد ما حركنا داك الشكلاط مزيان وجلسة العناصر اللي عندنا. غادي نحيدو، بسم الله. غادي ندخلوه للثلاجه يبرد ان شاء الله بحول الله. ملي غادي يبردوا الكؤوس ديالنا غادي ناكلوه بالصحه والراحه. التحليه ديالنا ها هي وجدت، راه كتجي رائعه وسهله في التحضير. واجي تشوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل. شوفوا الطبقات كي دايرين، وكتجي بنينه وسهله في التحضير. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك وابوني بالنسبه للناس الجداد اللي مازال ما تابوناش عندي، وتخليوا لي تعليق. ومرحبا بكم.